السلام عليكم. وعليكم السلام. بما انه انت اول اتصال فراح اقول لك صباح الخير. صباح النور. من وياي؟ وياك مروه. مروه شنو؟ تكليف. ادريس؟ تكليف. تكليف مروه. اكليس شنو؟ تكليف. تكليف مروه. مروه تكليف شنو؟ حميد. حميد. مروه انت من بغداد؟ من نجد. يا هلا بيك يا مروه، اول مره تشاركين ويانا؟ اي هاي اول مره. تمام يلا اليوم بما انه انت اول اتصال وبما انه انت بنيه، لان ورد تغار من البنات والضوج دائما تخسرهم، فاليوم انا راح افوزك ونروح للرول انا وياك ورد ونشوف شم حضر لك، وين راح يوقف اليوم الرول واول اتصال. يلا حركت الرول؟ يلا يلا يلا. وين الرول؟ بعد ما طلعنا نتحرك. يلا يا رول. يلا يلا يلا. تاريخ مروه شلونك بالتاريخ؟ زينه؟ تمام. انا راح اساعدك هم، يعني حاولي ان انت جاي تتابعينا من خلال الشاشه يا مروه ولا لا؟ طلعت على الصوت ياثر علي. مو يعني مرات ورد قلبها ينكسر عليكم فتاشر لكم اشارات هي بها اجابات مرات. اي مرات مانع عمود الصوت، العائلة قاعدة فطلعت عندي. تمام. سؤالك يقول يا مروة، نعم، من هي آخر ملوك الأسرة المقدونية والتي استلمت الحكم بعد الإسكندر؟ من هي؟ من هي؟ ملكة مصرية. مصرية. ملكة شنو؟ من هي آخر ملوك الأسرة المقدونية والتي تسلمت الحكم بعد الإسكندر؟ يلا مروة فكري الإجابة كل السهلة. كليو. كليو بترا. إجابة صحيحة يا مروة، ألف ألف مبروك إلك. مروة ألف مبروك إلك، واسمك دخل ويانا بقرعة الذهب أكيد اللي راح يتم السحب عليها آخر يوم رمضان.